بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواقي الجاوي بمدينة نصر. قال: وشمل إطلاق المصنف تخصيص العام بالخاص ما إذا تأخر الخاص عن العام عن الخطاب بالعام دون العمل، أو تأخر العام عن الخاص مطلقا، أو عقب أحدهما الآخر، أو جهل تاريخهما. نقرأ هذه أولا. وشمل إطلاق المصنف، يعني أن المصنف لما تكلم على تخصيص العام لم يقيده بحالة من هذه الحالات، ففهم من كلامه أن التخصيص يشمل كل هذه الصور، حيث إنه لم يقيد كلامه بصورة دون صورة. الصور العقلية للتخصيص منحصرة في هذه: إما أن يتقدم العام ويتأخر الخاص، وإما أن يتقدم الخاص ويتأخر العام، وإما أن يتقارنا. هذه هي القسمة الحصرية العقلية: إما أن يأتي العام أولا ثم يأتي بعده الخاص، وإما أن يعكس بأن يأتي الخاص ثم يأتي بعد ذلك العام، وإما أن يتقارن في الورود كما ترون. فالصورة الأولى: ما إذا تأخر الخاص عن الخطاب بالعام. طيب، هنا ينبغي أن نبين بعض المصطلحات التي يفهم بها المقام. يأتي العام ثم يأتي بعده الخاص، الخاص يتأخر عن العام إما عن الخطاب بالعام وإما عن وقت العمل بالعام، فهاتان صورتان: يتقدم العام ثم بعد ذلك يتلوه الخاص، لكن هذا التأخر قد يكون عن وقت الخطاب دون وقت العمل أو عن وقت العمل كذلك. يعني إيه؟ قال الرجل السيد لعبده: اشتري لي كل أنواع الأقلام من المتجر الفلاني في الساعة العاشرة مساء. وهذا الكلام كان في بداية النهار، فالساعة العاشرة هي الوقت الذي يشرع فيه العامل في العمل، فهي وقت العمل. ومتى وقت الخطاب؟ وقت الخطاب وقت صدور الكلام من ذلك السيد. هنشرح لك الجزئية بس نخلص دي الأول. طيب، الخاص ورد بعد ذلك قبل أن يدخل وقت العمل. وقت العمل الساعة كام؟ الساعة العاشرة. هيشتري من هذا المتجر الفلاني كل أنواع الأقلام. جاء سيده قبل وقت العمل بفترة وقال له: خص الأقلام الزرقاء فلا تشتريها. يبقى اللي حصل أنه خصص له جميع الأقلام
بما عدا الأقلام الزرقاء، فيشتري الأقلام الحمراء والأقلام السوداء بكل أنواعها وأصنافها من ذلك المتجر عدا الألوان الزرقاء. فهذا تأخير للخاص عن العام، لكن من حيث الورود لا من حيث العمل. يبقى هنا تأخر الخاص عن العام ولكن في الخطاب لا في العمل. فإذا جاء العام أولا ثم بعد ذلك الخاص قبل أن يدخل وقت العمل، فإن الخاص يخصص العام، مفيش مشكلة. أو جاء العام ثم عقب الخطاب به، ثم عقب الخطاب به ورد الخاص، وهذا المراد بالتقارن. التقارن مش معناه أن يخرج العام والخاص في زمن واحد في لحظات واحدة، ولكن المراد به العقبية. التقارن هنا في العبارة المراد بها العقبية، يعني أن يكون هذا عقب هذا بلا مهلة. فأيضا إذا ورد العام ثم بعد ذلك جاء بعده الخاص وقارنه، فإن الخاص يقضي على العام ويخصصه. وهذه أيضا مما شملها إطلاق المصنف. أو ورد الخاص أولا ثم بعد ذلك ورد بعده العام، سواء عمل بالخاص أو لم يعمل بالخاص، أيضا الخاص في هذه الحالة يخصص العام. أمالها أنهي صورة التي لا يخصص فيها الخاص العام؟ إذا خطب بالعام ثم دخل وقت العمل به ثم بعد ذلك جاء الخاص، فالخاص في هذه الحالة لا يكون مخصصا للعام، بل يكون ناسخا للعام بقدره من الخاص. هذه الصورة الوحيدة التي يكون فيها نسخ لا تخصيص. ورد الخاص اشتري لي الأقلام الزرقاء، ذهب واشتري وعلم أن الأمر يعاوده ثانية، ثم قال له اشتري لي جميع الأقلام، اشتري لي كل الأقلام، يبقى هيخصص العام بالإيه؟ بالخاص حتى وإن دخل وقت العمل، ولكن مش هيخصص، هينسخ. فيما إذا دخل وقت العمل بالخاص وما جاء بعد ذلك خطب بالعام، فإن الخاص يكون منسوخا بقدره من العام. نقرأ بقى مع بعض كده ونشرح تاني، ما عنديش مشكلة. قال: وشمل إطلاق المصنف تخصيص العام بالخاص. واحد، اكتب فيها واحد، ما إذا، اكتب فيها واحد، تأخر الخاص عن الخطاب بالعام. دون العمل، يعني الخطاب ألقي الساعة 10 صباحا، وقت العمل الساعة 10 مساء، والناس والخطاب الخاص ورد الساعة 7 مساء، ما دخلش وقت العمل، يبقى الخاص يخصص العام في هذه الصورة جمعا بين الدليلين. أو تأخر الخاص عن العام مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ يعني تقدم الخاص أولا ثم بعد ذلك دخل وقت العمل أو لم يدخل وقت العمل جاء بعده العام، يبقى مطلقا يعني إيه؟ تكتب فيها كده تقول سواء دخل وقت العمل أو لم يدخل. نقطة سين شين، لأنه إذا تقدم الخاص ثم تأخر العام، سواء بقى دخل وقت العمل بالخاص أو لم يدخل وقت العمل بالخاص، الخاص يخصص العام. أو عقب
أحدهما الآخر، يعني جاء الثاني بعد الأول بلا مهلة، وهذه يعرفونها في جمع الجوامع يقول لك تقارنا، يعني هذه العبارة تشتمل على صورتين. الصورة الأولى أن يأتي العام وبعده الخاص، أو يأتي الخاص وبعده فورا العام. الله، هو أراد منه الصورتين دول؟ لأن بيقول عقب أحدهما الآخر. نستخلص من هذه صورتين، أن يأتي العام وبعده الخاص فورا، أن يأتي الخاص وبعده العام. واكتب بقى على دي، عشان أنا بقى النبادي الشرحة دي هزبط الطلبة الوافدين. اكتب تحتها كده وقول: وهذه الجملة تشتمل على صورتين، الصورة الأولى ما إذا ورد العام وبعده فورا الخاص، أو ورد الخاص وبعده فورا العام. تكتب بعدها ايه؟ سين شين. اللي انت يكتبها هينسى العلم، لان من بركة العلم ان حضرتك تسنده لقائله او تهلا. تاريخهما، خلي بالك، شوف احنا بنقرا كلمة كلمة، عايزين نقرا على مستوى الحرف. أو جهل تاريخهما، الضمير عائد ليها مشايخ العام والخاص، أو الخاص والعام، أيهما ورد أولا والثاني ورد ثانيا؟ لا نعلم التاريخ، لم نطلع على هذا، لم يصلنا مثل هذا. ماذا نصنع؟ نصنع نخصص العام بالخاص، وهذا أحرى وهذا أولى، لأنه يؤدي إلى العمل بالدليلين ولو من وجه، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. اجعل هذه القاعدة في عقلك وفي رأسك، العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. عملنا بالعام فيما عدا أفراد الخاص، وعملنا بالخاص، الله، احنا عملنا بالدليلين، والعمل بالدليلين واجب ما امكن. طيب، جميل قوي الكلام. بقي مما يجوز التخصيص به امور، مما يجوز يعني مما يصح ويقع التخصيص به، به اي بسببه، امور، وأمور اندفاع البقية، يعني بقي أمور من ما، من شيء يجوز التخصيص به. منها أي من هذه الأمور، وليست هذه الأمور يعني قد أورد كل الأمور عنده، ولكنه ذكر يعني طرفا منها. مفهوم الموافقة، أول ما بقي من الأشياء التي تخصص مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة بيعمل إيه يا مشايخ؟ بيخصص. طب إيه هو مفهوم الموافقة؟ إحنا قلنا إيه؟ سمي موافقة لأن المسكوت يوافق المنطوق في الحكم. سمي مفهوم موافقة ليه يا مشايخ؟ لأن المفهوم يوافق المنطوق في الحكم. قال تعالى:
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يقول الفرع للأصل أف التي هي كلمة تذجر، وما ذاك إلا من أجل أنها تؤذي. طيب أف غير أف، الضرب الشد حرام. طب لم يتكلم لما يعني يصرح به، قال لا، لأن المسكوت وهو الضرب والشد أعظم إذاء من المنطوق. فقد خالف، خالف إيه؟ فقد وافق المسكوت وهو الضرب، المنطوق وهو التأفيف في الحكم وهو الحرمة، ومن أجل ذلك سمي مفهوم إيه؟ موافقة. مفهوم الموافقة ده هل هو بقى يخصص أو لا يخصص؟ طيب هو أولا مفهوم الموافقة ده دلالة دلالة قياسية ولا دلالة لفظية؟ ده في كلام، في تفاصيل. طب الأول نضرب مثال وبعد كده نخش في المسألة. فين بقى مفهوم الموافقة الذي يخصص؟ طيب احنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي يعني ايه لي يا مولانا؟ لي يعني مطلوب. لي الواجد، اللغة العربية واسعة، لي يعني ماطلة، يعني لم يدفع، لي يعني المماطلة، المدافعة من أجل عدم إيصال الحق إلى أصحابه. لي الواجد، الواجد يعني الميسور المليء، يعني إيه؟ يعني غني يستطيع أن يسدد، معاه فيز كتير ومعاه أرصدة بالدولار وبالرنجت وبالوينجت وبكل حاجة. لي الواجد يحل عرضه، يعني يجوز لي هذا هذه المماطلة أن أذهب إلى القاضي. يبقى عرضه، أنا تكلمت في عرضه قدام القاضي، يبقى لي ومماطلته في دفع الحق أباحت لي أن أتكلم في عرضه أمام القاضي. وكذلك هذا اللي أعطى للقاضي حق أن يحبسه من أجل أن يدفع، وعقوبته، عقوبته بالحبس يعني. هو ده الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. هذا كان إذا كان ما بين الأشخاص مع بعض ما فيش مشكلة ولا تعارض. إذا كان الذي أخذ منك هذا المال هو أصلك، أبوك مليء ملياردير، خد بالك، وطبعا طلبة العلم أنا ما شفتش فيهم حد كده يعني، كلنا على قدينا، والدي والدك كلنا الحمد لله. فوالده كان مليء معه مال كثير، وابنه يعني أعطاه 100,000، ووالده يعني يدافعه ولا يريد أن يعطيه حقه. طب هل يجوز حينئذ أن يذهب الابن إلى القاضي ويتسبب في أن يكون أبوه أمام القاضي والقاضي يقضي عليه بالحبس؟ طب ما هو ده في إيذاء، صح ولا مش صح؟ وده أعظم من كلمة أوف، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا قالوا الحديث ده مخصص، مخصص لهذا. ما هو مفهوم موافقة هو بقى. ما عندنا الآية اهي، الآية اللي هي اهي، الآية بتقول لي ايه؟ بتقول لي الأف وكل نوع من أنواع الإيذاء كذلك محرم. فهل يا ترى آخذ مفهوم الموافقة ده من الآية وأخصص به لفظ
لي الواجد، ما هو الواجد مين؟ الواجد ده ألف ولام ودخلت على واجد، والواجد ده يعتبر كل من وجد حتى وإن كان أصلا. يبقى لي الواجد يعني لي كل شخص قادر على السداد حتى ولو كان أصلا. فعند هذا نقول له لا، مفهوم الموافقة هنا انتزعناه وجعلناه يخصص الواجد، ونقول لي الواجد سوى الأب، لأن مفهوم الموافقة خصصه. خلي بالك ليه؟ لأنك أنت أيها الابن هتكون سبب في حبس أبيك. طب ما هو حبس أبيك ده إذاء أنت الذي تسببت فيه، والإذاء محرم. الأحاديث يجوزه والآية تمنعه. الآية بتقول إيه؟ فلا تقل لهما أف، ومثل الأف كل إيذاء، ومنها أن تكون سببا في حبس أبيك. والحديث يقول لي الواجد حتى وإن كان والد يحل عقوبته وعرضه. وأصبح عندي تعارض بين الحديث وبين مفهوم الموافقة. ماذا نصنع؟ قالوا مفهوم الموافقة يؤخذ من الآية ثم نذهب به إلى الحديث فنخصص به الحديث. وعلى هذا فيستفاد من الحديث أن لي الأصل للفرع لا يجوز حبسه. فهمنا كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه التخصيص بمفهوم الموافقة. الله، جميل قوي. انا بحب الاصول عشان كده، عملية عقلية دماغك شغالة على طول، هي والفقه. خد بالك ذهنك على طول ها بيتمرن. يبقى فين هنا مفهوم الموافقة؟ ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما اف، ومن ضمن مفهوم الموافقة يعني لا تؤذيهما بحبس ولا بغيره. ولي الواجد، لما يجي حد يقول لك فين العموم اللي فيه لي الواجد، تقول والله العموم يستفاد من امرين. الاول الالف واللام التي دخلت في واجد. الثاني اضافة لي الى الواجد. يا سلام، يقول لك لا انت كده علامة. فهمنا المثال؟ عندنا بقى في الفقه الشافعي وهو مذهبنا في خلاف، هل يجوز حبس الوالد في دين الولد او لا يجوز؟ واخد بالك؟ فمن قال لا يجوز جعل الآية مخصصة من حيث المفهوم الموافقة، يعني جعل الآية من حيث مفهوم موافقتها مخصصة للحديث. ومن قال يجوز حبس الوالد في دين الولد اعتمد على دليل آخر أقوى مما نحن فيه. بس المسألة أهم حاجة نفهمها في إطارها الأصولي، أما الإطار الفقهي دي قضية تانية خالص تدرس في كتب الفروع، وندرس فيها كذلك الاستدلال والمدرك الفقهي، هم لماذا قالوا وقووا هذا الوجه على هذا الوجه، دي قضية تانية. نقرأ بقى مع بعض كده. قال مفهوم الموافقة، يبقى أنا عندي مفهوم اسمه مفهوم الموافقة، وعندي مفهوم اسمه مفهوم المساواة، وعندي مفهوم اسمه مفهوم الأدنوي. مفهوم الموافقة يبقى المنطوق لا يخالف حكم ها المسكوت، ويدخل فيه برضك مفهوم المساواة. لكن مفهوم الموافقة عندي نوعين عشان يعني ما يختلطش الحال، عندي مفهوم أولوي وعندي مفهوم مساوي. يبقى الموافقة نوعين، أو الموافقة ثلاثة كمان مش نوعين، مفهوم أعلى، مفهوم مساوي، مفهوم أدنى.
مفهوم الأعلى اللي هو أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، لأن المسكوت قد اشتمل على العلة وزيادة. يعني عندما نقول التأفيف، التأفيف يؤذي الأصل، ولكن إيذاء الأصل بالضرب وبالشتم أقوى من إيذائه بكلمة أف. أف يعني يعني كلمة أتضجر. والدك يقول لك اسقني يا ولدي، تقول وانت كل شوف وانت ما بتسكتش، صح؟ يبقى ده ما ينفعش، ده أف برضك. فالوالد يزعل. ليه؟ لأنه لا تنسى أنه حملك وأنت صغير وتعب من أجلك، ولو أمك كمان تبقى مصيبة، لأنها هي التي عشت بداخلها 9 أشهر وتحملت من أجلك إيذاء شديد وآلام عجيب، فكيف يكون هذا مآلها؟ طب افرض بقى ضرب الفرع الأصل، لا ده بتبقى المسألة قوية جدا في الإيذاء، فيكون المسكوت أعلى وأولى بالحكم من المنطوق لتحقق العلة فيه وزيادة، لتحقق الإيذاء فيه تحققا شديدا. طب مفهوم المساوي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى، اليتيم واخد بال حضرتك، جبت المال بتاعه وانت قيم عليه وبدأت ان انت تشتري بيه اسماك وجمبري وبشويات وتأكلها ظلما وعدوانا، حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب افرض انا ما كلتش اموال اليتيم يا سيدي، وخدت اموال اليتيم وحرقتها. قال له الحرق يساوي الاكل في الاتلاف، حرقت مال اليتيم يساوي أكلت مال اليتيم، يساوي أنك تبرعت بمال اليتيم، كلها واحدة في الإتلاف. ولذلك ده اسمه مفهوم يا مشايخ المساواة. مفهوم الأدنى كقياس التفاح على البر في حرمة المفاضلة. هو التفاح أقل من البر؟ في عالم الأطعمة التفاح أقل قيمة غذائية من البر اللي هو القمح، وأقل قيمة غذائية كمان من الأرز. يبقى البر قيمته الغذائية أعلى. يعني ايه قيمته الغذائيه؟ لانه بيستقر في المعده اكثر من التفاح. ولذلك البر والارز والشعير والذره كل هذه يسموها اقوات. لماذا؟ لانها بها يقوم البدن، بها يعيش الانسان. ما تاكلش تفاح هتعيش؟ هعيش ما دام انا باكل بر وباكل رز وماشي. فالقيمه الغذائيه للأقوات أعلى من القيمة الغذائية في التفاح، والشارع نظر إلى هذا، ولهذا أوجب الشارع في الأقوات الضرورية الزكاة ولم يوجبها في التفاح، لأن الأقوات دي بها يعيش الإنسان، ومن غير تفاح ممكن تقعد سنين ولا تأكل تفاح وتعيش. أما أن تعيش من غير بر، من غير رز، من غير خبز، ما يستطيع الإنسان أن يفعل هذا. اجعل يومك كده ابدأه بالتفاح، هينتهي كله وانت قاعد ما تحركش. فقياس التفاح، الشاهد بقى، قياس التفاح على البر في حرمة المفاضلة قياس أدنوي، لأن الفرع العلة فيه ليست كالعلة في الأصل. ده في الأصل إيه؟ البر ده طعام وقوت ومدخر، والتفاح لا، ده التفاح ده طعم لكنه ما بيدخرش ولا قوت من الأقوات. طيب لا ما حصلش،
الكلام ده مش موجود ابدا على ده، موجود في مخك كده، لكن واقع بلد كل حياتها على التفاح ازاي بتيجي ازاي يعني. ده جماعه بتوع ماليزيا بيقول لك احنا بنستورد من بره القمح من اجل ان يجعلوه يعني خبزا، ياكلونه مثلا مع الجبنه، ياكلونه مع الارز هكذا. لكن بلد كلها ما فيهاش الا التفاح، والله روح عيش فيها يا محمد، الله يكرمك وريحنا عشان احنا يعني ايه زهقنا منك. بلد كلها ما فيهاش الا التفاح. تفاح كبير ولا صغير؟ طيب قال المثال بقى، قال مفهوم الموافقة كتخصيص خبر أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبياقي. لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته، أي عقوبته يعني هيفسر عقوبته بحبس وغيره، يعني إنه هو يحبسه من أجل أن يدفع المال أو أن يحجر ويحجز على أمواله ولا يتصرف فيها حتى يدفع المال. بمفهوم يعني خصص بمفهوم، فالباء هنا متعلقة بتخصيص بمفهوم، بمفهوم قوله تعالى أي بمفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، من أنه لا يؤذيهما لا بحبس ولا بغيره. فلذلك كان الأصح أن الوالد لا يحبس في دين ولده، كان الأصح في الفقه أن الوالد لا يحبس بدين ولده. لماذا؟ لأن لي الواجد مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أخ، لي الواجد معناه سواء كان أبا أو غير أب، يحل عرضه وعقوبته أي بالحبس. ولكن الآية عملت إيه؟ الآية أخرجت الوالد من العام، الآية خصصت الوالد من العام، الآية قصرت العام على ما سوى الوالد. طب ومقابل الأصح؟ لا، مقابل الأصح بيقول لا الوالد يحبس بدين ولديه. يا رجل عيب، بقى والدك بعد ما أوصلك إلى هذه القامة تكون سببا في حبسه؟ ده لا يقاد والد بولده، كان سببا في وجودك أتكون سببا في إعدامه؟ لا. ولذلك روى أبو داود لا يقاد ولد بإيه؟ بولده. طيب قال بعد ذلك ثم بقى هنا حصل بعض السجالات العلمية بين أهل العلم، وقال هو مفهوم الموافقة يخصص سواء كان دلالة المفهوم الموافقة دلالة لفظية ولا دلالة قياسية. فبعضهم قال لو قلنا بأن مفهوم الموافقة دلالته دلالة قياسية فإنه يكون هذا الكلام قد سبق الحديث عنه في تخصيص العام بالقياس، ولو قلنا إن دلالته دلالة لفظية هيكون نوع جديد من أنواع الألفاظ التي تخصص العام. وذهب بعضهم وهو هذا هو المعتمد وهذا هو التحقيق إلى أنه مطلقا سواء قلنا أنها دلالة قياسية دلالة لفظية فإنه يخصص نظرا لأن استفادة الحكم منه أقوى من استفادة الحكم بالقياس. يعني إحنا مش محتاجين لعملية قياس عملية آلية وصناعية من أجل أن نلحق ضرب الوالدين بالتأفيف. ده من أول ما الإنسان بيسمع الآية يفهم منها
أنها تحرم كل نوع من أنواع الإيذاء بالوالدين، ولا محتاجين نعرف الأصل ولا الفرع ولا العلة ولا الجامع ولا مقاييس متعددة من أنواع القياسات. لماذا؟ لأن الوضع كده، العبارة يفهم منها هذا إما بنفسها وإما بسياقها وسباقها. طيب خلصنا من ده. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يكون المسكوت مخالف للحكم للمنطوق، أن يكون المسكوت مخالفا في الحكم للمنطوق. خلي بالك، كتخصيص خبر ابن ماجه. طيب صلوا على النبي، سهل سهل خالص. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، مع خبر القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يا مشايخ لم يحمل خبث. النص الأول يفيد إيه؟ إذا بلغ الماء قل، ده النص الثاني. النص الأولاني الماء لا ينجسه شيء. الماء، الماء هنا يا أخوانا عام، يعني الكثير والقليل. اقرأ وافهم النص الأول بقطع النظر عن الثاني، ثم افهم الثاني بقطع النظر عن الأول، ثم ضع النصين متجاورين وافهمهما معا تدرك الحقيقة. النص الأول بيقول إيه؟ واحدة واحدة كده. الماء لا يغيره شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طبعا باب المياه ده إحنا يعني أكيد درسناه كتير أوي أوي أوي، لدرجة إن الواحد مل من الكتاب ده لكثرة الدراسة، لكن بعض الناس بيقفوا عنده. ولكن الحمد لله أنتم تخطيتم هذا بكثير. فالماء أي قليلا أو كثيرا، سواء كان قلتين أو أقل من قلتين، لا ينجسه شيء. يفهم من هذا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لا تغيره، لا تنجسه، يعني حيث لم تغيره لا تنجسه، حيث لم تغيره. وأن الماء الذي هو قلتين، أن الماء الذي هو قلتان أو أكثر كذلك إذا لم يتغير ووقعت فيه نجاسة لا ينجس. فهمنا كده؟ يبقى الحديث بيقول إيه؟ الماء القليل والماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، هو ماء طهور. فهمنا كده اهو؟ صح كده؟ طيب خلصنا من الحديث ده، هيا بنا إلى الحديث الثاني وندرسه دراسة يعني متأنية. يبقى الأصول بتدربك على إيه؟ على تحليل النصوص، على فهم النص، وتدريب على آليات وأدوات النص. فين العموم؟ الماء، لأن الألف واللام هنا للعموم، ودخلت على الفرد تكون للعموم، يعني كل ما سواء كان قليلا أو كثيرا، وتبدأ تقرأ بالإيه؟ بالطريقة الواعية المستوعبة دي. وكل دي تدريبات. نقرأ بقى النص الثاني. إذا بلغ الماء قلتين، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يفهم منه أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لا يتنجس. صح كده يا مشايخ؟ صح. ده بالمنطوق. طب بالمفهوم، مفهوم العدد، قال أن الماء إذا كان أقل من قلتين، ما هو يقول لك قلتين، ما هو يعني
ترتيب الحكم على ذلك العدد يفهم أنه عند عدم وجود ذلك العدد يختلف الحكم. فيفهم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، طب إذا لم يكن قلتين ووقعت فيه نجاسة يحمل الخبث، صح كده؟ صح. يلا إلى الحديث الأول. حط الحديث، ضع الحديثين متجاورين بإزاء بعضهما البعض. الأول هيفيد إيه؟ أنه إذا كان قليلا أو كثيرا ووقعت فيه نجاسة لا يتغير، لا ينجس، لا ينجس. والحديث الثاني يفهم منه أنه إن كان قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة لا ينجس، وإذا كان قليلا بأن كان قلتين فأقل ووقعت فيه نجاسة ينجس. فأصبح الحديث الأول يفيد أن الماء القليل طهور إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، والثاني يفيد أن الماء القليل اللي هو قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير نجس. تعملوا إيه؟ قال ده احنا لازم نفكر. هناخد مفهوم إذا بلغ الماء قلتين اللي هو أنه إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره ينجس. هناخده من قلتين ينجس، لأنه بيقول إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة يبقى ينجس. ناخد هذا ونخصص به هذا الفرض، ونخصص به حديث الماء لا ينجسه شيء، ونقول الماء المراد به هناك الماء القلتين فما فوق، وأما ما دون القلتين فقد خص بواسطة مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين. يبقى المفهوم هنا يخصص ولا لا؟ أخصص، لأنه جعل العام مقصور على فرض واحد وهو القلتان فما فوقها، وأما الماء القليل فجعله غير مراد من العام، أزال العام، أزال الفرض ده من العام. ما هو التخصيص معناه إيه؟ التخصيص معناه إن المخصص يزيل ذلك الفرض من العام، يجعل الحكم لا يتناوله ولا يشمله. فهمنا يا مشايخ؟ كلام جميل ما بجاوبش عليه. وهذا الكلام وهو التخصيص بمفهوم المخالفة مبني على أن مفهوم المخالفة حج. أما من قال بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة فلا يخصص به، بيقول والله القلتين مش معناها إن ما كان دون القلتين يعني إنه هو نجس، لا، ده غاية الأمر إن ما دون القلتين مسكوت عن حكمه، ولا نستفيد حكم مضاد لما دون القلتين من التقييد بالقلتين. فهمنا؟ وده اللي هم بيقولوا عليه وقيل لا يجوز التخصيص به، يعني لا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة بناء على أن مفهوم المخالفة ليس بحج. ولذلك لما تيجي تقرأ وقيل لا يجوز التخصيص به اكتب عليها التعليق ده. يلا تقول كده قال شيخنا، اللي مش هيقولها مش هكمل، اكتب كده هذا القيل مبني على أن مفهوم المخالفة ليس بحج. فيكون
ما دون القلتين في المثال السابق غير مدلول على حكمهما بواسطة ذكر وتخصيص القلتين بالذكر. نقطة ألف ه سين شين، شايفك اللي مش عايز تكتبها. طيب فهمنا يا مشايخ؟ نقرا بقى، يلا نقرا بقى كده، لان الكتاب ده يعني كلام حلو. ومنها اي ومن المخصصات التي بقيت مفهوم المخالفه، يعني التخصيص بسبب مفهوم المخالفه، كتخصيص خبر ابن ماجه وغيره الماء، الماء دي اكتب جنبها ايه كده، خد شرطه صغنططه كده، اكتب القليل والكثير عشان تبقى فاهم. لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم الباء، هنا متعلقه بقوله فيما سبق كتخصيص. بمفهوم خبر الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم والبياقي وغيرهم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فهمنا ولا أقول تاني؟ وضحت؟ واضح. وقيل لا يجوز التخصيص به، وعرفنا أن هذا القيل مبني على إيه؟ مبني على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. هذا القيل وهو قيل لا يجوز التخصيص به مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة عند هذا القائل ليس بحجة. بيقول كده، بيقول إن ما دون القلتين ليس مخالفا للقلتان، للقلتين وما فوقه. أما لقال ده الغاية بس، إن الحديث خاص القلتين، وأما ما دون القلتين فالحديث لم يتعرض لحكم. بلك وقد يلحق ما دون القلتين بالقلتين بقياس أو بدليل آخر، وقد لا يلحق بسبب دليل آخر. الغاية أن الحديث قد تكلم عن القلتين وسكت عن ما دون القلتين، والمسكوت عنه لا حكم فيه. ده هم بيقولوا كده، لأن عندهم أن تخصيص الشيء بالذكر ليس دالا على نفي الحكم عما عداه، لاحتمال ظهور خصوصية أخرى. ده الكلام في المفهوم كلام طويل، والمفاهيم أصلا متعددة. الزركشي في البحر المحيط عدى 10 أنواع من أنواع المفاهيم، وذكر لكل واحد منها عدة أمثلة، وذكر خلافا في حجية بعضها وعدم حجية بعضها. بالك، وكل ده تحت مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة. يقول لك في مفهوم الصفة، في مفهوم العلة، في مفهوم الشرط، في مفهوم الحال، في مفهوم الزمان، في مفهوم المكان، في يلا اشتغل بقى على كل الحاجات دي كلها. بالك ماشي يلا. ومنها ايوه من هذه الاشياء التي تخصص الحس، والمقصود بالحس هنا الواقع بالمشاهده، يعني الاشياء المشاهده، كتخصيص قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم.
تدمر كل شيء، كل من ألفاظ العموم، وشيء يدخل في كل شيء. ده ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يطلق عليه أنه شيء بالمعنى اللغوي، كل أي شيء أكبر شهادة قل الله، صح؟ يا سلام، يبقى ربنا بيقول لك يطلق عليه أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ده بالمعنى اللغوي، لأن سيبويه يقول بأن شيء في اللغة كل ما يصح أن يخبر عنه ويعلم، فربنا شيء جميل عظيم. يبقى تدمر كل شيء، يا ربنا خرج من الحدود بدليل، ده هو اللي خلقها، ده هو اللي موجهها، ده بدلالة ضرورة العقل خرج المولى سبحانه وتعالى. طب والسماوات والأرض خرجت ولا ما خرجتش؟ خرجت، ما هي موجودة اهي، لو دمرت هل كانت باقية؟ طب والأرض لو دمرت أكانت باقية؟ لا. طب والمساكن؟ المساكن ما هي موجودة، لأن ربنا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، بيوتهم كما هي لم تدمرها الريح. يبقى كل شيء من العام الذي خصص بالمشاهدة، العين هي اللي قالت ان كل شيء دي خرج منها ما يرى. طب ما خرجش ربنا بقى خرج بس بالعقل، يبقى خروج المولى سبحانه وتعالى بالعقل. واما خروج السماوات والارض فهذا خروج بالحس والمشاهدة، لانه رؤية السماوات بعد هذه الريح التي دمرت ما دمرت، ورؤية الارض ورؤية المساكن، فهذا ما يسمى بالتخصيص بالمشاهدة والحس. قال أي تهلكه، تدمر يعني تهلك، دمر يعني هلاك، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. بالحس، بالحس دي متعلقة بتخصيص، كتخصيص كذا كذا بالحس يعني بالمشاهدة. فإنا، ده احنا دلوقتي اهو نشاهد ما لا تدمير فيه، نشاهد ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال ومساكنهم، بدليل قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يلا خش على بعدين، الدنيا سهلة اهي وماشي، محدش يقول لي الدنيا مش ماشية، واللي مش فاهم حاجة يقول. أنا ما بحبش طالب العلم يخرج وهو وشه عامل كده يعني يفهم، أحب أن يفهم طالب العلم. طب يا وانتم إن شاء الله فاهمون ووضوا بس إن شاء الله وربنا يفتح العقول. ومنها أي ومن الأمور التي تخصص العام العقل ضروريا كان أو نظري، يعني سواء كان العقل بنظر العقل الضروري أو بنظر العقل النظري. وهنضرب مثال لهذا وذاك. والضروري يعني إيه؟ الضروري يعني ما لا يتوقف على نظر واستدلال، والنظري هو الذي يتوقف على نظر واستدلال، واخد بالك؟ يعني الآية كده من أول ما تقرأها وتنظر فيها، واخد بالك، تخرج هذه المخصصات، عقلك بس يفهمها يخرج هذه المخصصات. طيب الثانية، الثانية إخراج المخصصات فيها يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى يعني إقامة الأدلة العقلية على إخراجها. قال كتخصيص قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء. طب ما ربنا شيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم.
طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يطلق عليه انه شيء، يبقى دخل فيه كل شيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق يعني ذاته، الله خلق ذاته، ده مستحيل. فإن العقل قاض، أي فإن العقل حاكم بالضرورة، أي بسبب النظر الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا يتوقف على بذل مقدمات، بأنه لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته القديمة. نعم، مش محتاجة، ده خالق، يبقى لا شادي مخلوق، كيف يكون الخالق مخلوق؟ يعني ما تجيش. وهذا الكلام مبني على الله خالق كل شيء، على أن المتكلم، على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. هل المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا؟ فيها رأيين عند الأصوليين، والأرجح أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، وقيل لا يدخل. فمن قال لا يدخل يبقى ربنا ما يدخلش في كل شيء كلامس، ومن قال إن المتكلم يدخل في عموم كلامه قال لا، ده من ضمن العام الذي خص. طيب، قال بعد ذلك: والثاني، اللي هو النظر العقلي، كتخصيص قوله تعالى: والله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بنظر العقل، يعني خصص بنظر العقل، يعني بالعقل النظري الذي يحتاج إلى إقامة الأدلة وإلى بذل المقدمات وإلى ترتيبها وإلى الوصول إلى النتيجة وهكذا. فإنه، أي فإن الحال والشأن، اقتضى خروج العقل، خروج الطفل، يعني فإن العقل اقتضى، أي حكم بخروج الطفل. أدى النص ده الناس خرج منها الطفل. ليه؟ لأن ده تكليف، والتكليف لا يدخل فيه الصغار، لأن الصغير لا يفهم الخطاب ولا يعي ما يترتب عليه من نتائج، فهو ليس من أهل الخطاب وليس من أهل التكليف، فلذلك كان خارجا. والمجنون، المجنون لا يعي ما يقول، لا يعي الكلام ولا الجواب، ولا يفهم مآلات الأشياء، ولا يفهم الجنة ولا النار ولا أي شيء، فيخرج من قوله تعالى ولله على الناس، يخرج من قوله على الناس غير متناول له الخطاب. لماذا؟ قالوا لأنه ليس مكلف ولا يعي ولا أفهم ونحوهما من التكليف بالحج لعدم الفهم، لأن الفهم شرط من شروط التكليف. ومما ينبغي الاعتناء به الفرق بين العام والخاص، بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. طيب، هذا لون من ألوان علم الأصول، ومسألة من المسائل التي اهتم العلماء ببحثها وبإيضاح ما وراءها من أجل أهميتها، وهي الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. والعلماء في هذا تكلموا وأفاضوا واختلفوا في الفرق بين الأمرين. لدينا مصطلحان مهمان، المصطلح الأول هو العام المخصوص، والمصطلح الثاني هو العام الذي أريد به الخصوص، وقد كثرت أقوال العلماء فيه. الضمير عايد لفين يا مشايخ؟ فيه، ها؟ الفرق، يبقى في هذا الفرق بين هذين المعنيين أو بين هذين المصطلحين. وأحسنها، أحسنها ولا أحسنه؟
احسن الايه؟ الاقوال. مش احسن الفروق. هذا الولد فاهم. احسن هذه الاقوال التي اختلف فيها العلماء ان العام المخصوص اريد عمومه وشموله لجميع الافراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو كلي استعمل في جزئي. ولهذا كان مجازا قطعا بخلاف الأول، فإنه حقيقة على أرجح المذاهب. نشرحها بقى. يعني إيه الكلام ده؟ قال أنا عندي في فرق ما بين شمول اللفظ والحكم، من جهة إن اللفظ شامل لكل الأفراد هكذا اللفظ شامل لأنه استعمل فيما وضع له، ومن جهة الحكم لا، الفرد ده ليس مقصودا بالحكم. يبقى أنا عندي دايرتين، دايرة اسمها دايرة تناول الألفاظ للأفراد ودائرة تناول الحكم للأفراد. بيقول العام الذي العام المخصوص، ماله العام المخصوص؟ قال أريد، أي أريد من قبل المستعمل. أريد يعني منين؟ من المستعمل، يعني وأنا بتكلم بيه أردت بإرادتي أن يكون هذا اللفظ شاملا لكل الأفراد. أنا وأنا بتكلم به أردت أن يكون اللفظ مستغرقا لكل الأفراد. أريد شموله لجميع الأفراد من جهة إيه؟ قال من جهة تناول اللفظ لها، من جهة إن اللفظ يتناول ويستغرق ويشمل كل هذه الأفراد، لا من جهة الحكم. جهة الحكم دي حاجة تانية. عارفين زي إيه كده؟ هقولها لكم بسيط. الله خالق كل شيء، من جهة كل شيء اللفظ نفسه يتناول كل الأفراد بما فيهم المولى، ولكن الحكم اللي هو المخلوقية لكل هذه الأفراد لا يتناوله. هذا الفرد. أقولها تاني، خلينا نقول تدمر كل شيء بأمر ربه، تدمر كل شيء بأمر ربه، تدمر كل شيء. دي الحكم، يعني حكم على هذه الأشياء بأنها قد دمرت، ده الحكم بقى اهو. طيب جهة اللفظ فين؟ انزع جهة دمرت وشيلها على جنب وقول كل شيء. كل شيء يدخل فيها السماوات ويدخل فيها الأرض ويدخل فيها المساك، صح كده؟ يبقى من جهة ان شيء يشمل المساكن والسماوات والأرض بوضع اللغة نعم، واللفظ عندما تكلم بها أراد أن يكون اللفظ شاملا ومستعملا في كل أفراده، لكنه لما سلط حكم التدمير على كل شيء من جهة الحكم لم يرد السماوات ولم يرد الأرض ولم يرد المساكن. يبقى دلالة اللفظ شيء
وإسناد الحكم إلى ذلك اللفظ شيء آخر. ولذلك أنا أقول لك مثلا كل شيء تشمل إيه؟ أقول لك كل شيء تشمل السماوات، تشمل الأرض، تشمل البيوت، تشمل الآدميين، تشمل كذا وكذا. طيب لما أتيت أنت واستعملتها ابتداء استعملتها في إيه؟ قال أنا ابتداء من حيث ذلك اللفظ استعملته في كل ما وضع له. ده من جهة إيه؟ من جهة استعمال اللفظ. طب لما حكمت على كل شيء بالدمار أردت إيه؟ قال لم أرد السماوات ولا الأرض ولا المساكن. يبقى شفنا إيه؟ شفنا إن العام الذي أريد به العام المخصوص، مش الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص مراد من قبل المستعمل أن يستعمل اللفظ في كل ما وضع له. رقم اثنين، لم يرد أن يشمل الحكم تلك الأفراد المخصصة. يبقى من جهة التناول والشمول شامل، ومن جهة الحكم ليس بشامل، والاثنين في منهم فرق كبير جدا. قلنا أهو كل شيء لما استعمل المتكلم كل شيء أراد أن يستعمل كل شيء في كل ما وضعت له من سماوات ومن أرض ومن جماد ومن حجر ومن مضر وإلى آخره، أراد بها هكذا من حيث اللفظ في مجاله اللغوي. لكنه لما أضاف الدمار إلى كل شيء لم يرد من أن يتوجه الدمار إلى السماوات والأرض والجبال والمساكن. الله، ده المسألة سهلة جدا. شفتوا بقى المسألة سهلة ازاي؟ أقولها لكم تاني، المسألة اللي بحسنها صعبة. فهمتها؟ يبقى العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها. فهمنا الحتة دي؟ طيب لا من جهة الحكم. الله، يبقى من جهة إن اللفظ مستعمل في كل أفراده وليس مستعملا ابتداء في بعض أفراده. اللفظ استعمل ابتداء في كل الأفراد، اللفظ ابتداء استعمل في جميع الأفراد، اللفظ ابتداء شمل كل الأفراد واستغرق كل الأفراد. من الذي يقول بأنه يشمل كل الأفراد أو لا يشمل؟ إرادة المستعمل. نقولها تاني، إرادة المستعمل هي التي تحدد أن اللفظ يستعمل في الجميع أو يستعمل في بعض الأفراد. فالمستعمل ابتداء استعمل كل شيء في كل أفرادها من جهة أنه أطلق اللفظ وأراد المعنى. ثم لما حكم على كل شيء حكم عليها بعد إخراج السماوات والأرض والجبال والبيوت. يبقى هنا قال أريد، أي من جهة المستعمل، عمومه وشموله، عطف عموم على شمول، عطف تفسير، لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، يعني من جهة أن اللفظ يتناول، اللفظ موضوع في اللغة العربية لكي يتناول كل أفراد، لا من جهة الحكم. يعني ولم يرد المستعمل من جهة الحكم أن يكون اللفظ شاملا من حيث الحكم لهذه الأفراد. والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول، يعني ابتداء المستعمل لما استعمل اللفظ استعمله ابتداء وأراد به
بعض الأفراد لا كل الأفراد. ولما حكم على اللفظ حكم على اللفظ في بعض الأفراد لا في كل الأفراد. فالفرق بينهما أن اللفظ في الابتداء لم يرد به المستعمل كل الأفراد، ولم يرد به المستعمل ها يعني أن يكون الحكم شاملا لكل الأفراد، بل قصد أن يكون اللفظ ابتداء مستعمل في بعض الأفراد، وأن يكون اللفظ كذلك في الحكم مرادا به بعض الأفراد. فمن الآخر الفرق فرق نية، نية المستعمل إيه في البداية؟ نية المستعمل أن يستعمل اللفظ في كل الأفراد وأن يستعمله حكما في بعض الأفراد، يبقى هذا هو العام الذي أريد به الخصوص. أما إذا كانت نيته وقصده أن يستعمل اللفظ في بعض الأفراد وأن يكون الحكم مرادا به بعض الأفراد، يبقى ده عام ها أريد به الخصوص. ولذلك هو كلي استعمل ابتداء في جزئي، وهو بيتكلم ها أراد من ذلك اللفظ استعماله في تلك الأفراد، وأراد من ذلك الحكم أن يكون قاصرا على تلك الأفراد. مثال هديكم مثال، بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، ده نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ابتداء الناس استعمل ابتداء في نعيم بن مسعود، يعني أطلق الناس وأراد به نعيم، وسلط عليه الحكم مرادا به نعيم بن مسعود. يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل استعمل في جزء إيه؟ رقم اثنين أن الحكم مسلط عليه باعتبار ذلك الفرض. هقول لك مسألة بسيطة بلاش نخليها في القرآن. قال لي علماؤنا كذا وكذا وكذا، علماؤنا أنا أطلقتها ابتداء وأردت بها شيخا واحدا، وأنا بقولها قاصد شيخ واحد، وأنا بقولها استعملت لفظ العلماء الذي وضع للكل في فرد واحد، وحكمت عليه وأنا قاصد ذلك الفرد الواحد. يبقى عبارة عن إيه؟ عن كل استعمل في فرد، كل أريد به فرد واحد. سهل خالص، العام المراد به الخصوص والعام المقصود، بس سهل خالص. ولذلك الإمام الزركشي يقول: هذا الفرق مما طلبه المتأخرون ولم يكن في المتقدمين. كان ده كانش عند المتقدمين الفروق دي كلها، لكن المتأخرون بحثوا وفحصوا ودققوا ونقحوا وتوصلوا إلى هذه الفروق. يبقى الفرق يا مولانا ولا من جهة الحكم، بل هو كلي، أي من حيث إن له أفرادا باعتبار الأصل، وأما بعد إرادة الخصوص فلا. هو كلي من جهة إنه قبل ما أستعمله كان لي أفراد، لكن أنا وأنا بستعمله أردت من هذا اللفظ الذي باعتباري ما قبل استعمالي له أفراد أردت أن أستعمله في شخص واحد، نويت وقصدت أن اللفظ الكل ده يستعمل في فرد واحد، ومع هذا قصدت كذلك أن أوقع الحكم عليه باعتبار ذلك الفرد الواحد. فهمت؟ بل هو كلي استعمل في جزئي، أي في فرد منها، واستعماله في الجزئي لا من حيث شموله
له. لا ده في كلام بقى دقيق مش عايزين نخش فيه عشان ما تتلعبكوش. ولهذا طيب ولهذا أي ومن أجل هذا كان مجازا قطعا. استعمال الكل في الجزء ده مجاز. استعملت العلماء لفظ العلماء الذي وضع لمتعدد استعملته في فرد واحد على سبيل المجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. بخلاف الأول اللي هو العام الذي أريد به الخصوص فالعلماء اختلفوا فيه هل يا ترى هو حقيقة بعد التخصيص ولا مجاز ولا هو حقيقة من وجه مجاز من وجه اختلف العلماء على ذلك. وأما هذا الفرد فلم يختلف العلماء فيه على أنه مجاز. فهمنا؟ قال ولهذا كان مجازا قطعا يعني بلا خلاف أن العام المخصوص اللي احنا بنتكلم فيه العام المخصوص ده فيه أقوال متعددة. أما العام الذي أريد به الخصوص ده مجاز قطعا بلا خلاف فإنه حقيقة. ولهذا كان بخلاف الأول. إيه الأول؟ اكتب تحته كده العام الذي أريد به الخصوص. فين يا بقى العام المخصوص؟ نعم العام المخصوص. اكتبوا كده العام المخصوص مش الذي أريد به العام المخصوص. يلا احسنتم طلبة فايقين بارك الله فيكم ورضي الله عن والديكم. يبقى العام المخصوص بنقول فيه ايه؟ انه حقيقة على ارجح المذاهب. لكن هناك مذاهب اخرى بعضهم يقول مجاز بعضهم يقول مجاز من وجه وحقيقة من وجه. وقال الشيخ ابو حامد من كبار اصحابنا الشافعية انه مذهب الشافعي يعني هذا الذي يعني أورده من الفرق وأصحابه لا المجازية فإنه حقيقة على أرجح المذاهب. وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي ده في العام المخصوص قالوا بأنه يعني حقيقة على أرجح المذاهب. وهذا الأرجح قال فيه الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي. إيه اللي هو مش الفرق يا أولاد ده المذهب الأخير وهو أن العام المخصوص حقيقة. قال فيه الإمام أبو حامد المروزي إنه مذهب الشافعي قال إن مذهب الشافعي إن العام المخصوص حقيقة وأصحاب الإمام الشافعي على أنه حقيقة. ونقله المصنف اللي هو إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء ليه؟ قالوا لأن الواضع وضعه للدلالة على الجميع. الواضع اللغة لما وضع العام المخصوص وضعه لأن يدل لكي يدل على كل الأفراد فلا يكون مجازا بإخراج بعض الأفراد بدليل. لماذا؟ لأن واضع اللغة وضعه في بداية الأمر حتى يدل على كل الأفراد فإذا خرجت بعض الأفراد بدليل فلا يكون ذلك من باب المجاز. ولأن اللفظ بعد التخصيص وقبل التخصيص يتناول كل الأفراد من جهة إيه؟ من جهة اللفظ مش من جهة الحكم. من جهة الحكم لا يتناول بعد التخصيص الأفراد المخرجة لكن من جهة اللفظ لا متناول له. فمن أجل ذلك قالوا بأنه حقيقة. وفرق بينهما بين إيه وإيه مشايخ؟ العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وفرق بينهما بأن قرينة العام المخصوص لفظية. هل هناك فرق تاني بقى؟ غالبا يعني غالبا إن قرينة العام المخصوص
بتبقى لفظية. وقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية. يعني أنا عندي العام إذا وجدت قرينة لفظية على تخصيصه بيبقى إيه؟ بيبقى عام مخصوص. كانت هناك قرينة عقلية غير ملفوظة بيبقى عام أريد به الخصوص. وبأن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، يعني تكون معه في السياق والسباق وتكون ليست معه في سياقها وسباقها، تكون منفصلة خارج. وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه أبدا، يعني هي ملازمة معه لا تفارقه. قال: والمجمل من الجمل بفتح الجيم وإسكان الميم، مجمل، انتهينا من التخصيص ومن العام ومن ومن والحمد لله. الآن نبدأ في جولة جديدة مع فن جديد من أصول الفقه. والمجمل من الجمع، المجمل يعني مشتق من الجمع بفتح الجيم وإسكان الميم، جملة، وهو لغة الجمع. تقول أجملت الحساب أي جمعته. ولذلك عندنا المصريين يقول لك في تاجر جملة، خد بالك ما تعرفوش انتوا الحاجات اللي عندنا دي. احنا عندنا حاجة فيها كده يعني اثار للغة العربية، عشان احنا عندنا هنا العربية اخذت مساحة واسعة، وما كان ذلك الا بفضل الاسلام وبفضل القرآن. لولا القرآن ولولا الاسلام يعني ما نعمنا بالعربية، الحمد لله رب العالمين. والازهر، الأزهر أيضا له أثر عظيم في بقاء العربية بشأنها وحالها إلى الآن. وهو لغة الجمع، أو من أجمل الأمر أي أبهمه. أجملت الأمر عليك، يعني أبهمته بحيث إنك لا تفهم مقصودي على وجه الدقة. أبهمت عليك يعني ما فهمتكش حاجة، التبس عليك الحال. أو حصله، يعني أجملت الأمر بتأتي بمعنى التحصيل، حصلته. والمجمل هو كما عرفه في جمع الجوامع ما لم تتضح دلالته، ما لم يعني شيء، لأن الفعل أيضا مجمل، فالمجمل هنا يدخل في الألفاظ ويدخل في الأفعال. ما لم تتضح يعني تظهر دلالته والمراد به من قول أو فعل. خرج المهمل، إذ لا دلالة له. المهمل ده شيء ملوش دلالة، يبقى احنا بنقول تتضح دلالة، يبقى هو له دلالة ولكنها خفية لم تتضح لدينا. أما المهمل فلا دلالة له، ولذلك المهمل لا يوصف بالإجماع. خرج. والمبين أيضا خرج، لماذا؟ لأن دلالته واضحة. هنا بقى عرفه بطريقة يعني لطيفة، قال: ما بمعنى شيء، سواء كان فعلا أو قولا، ما يفتقر يحتاج، من أجل فهم المراد منه على وجه التحديد. ما يفتقر إلى بيان، يعني إلى إيضاح، إلى شرح، إلى كشف عن المعنى المراد. من قرينة، يحتاج إلى بيان من قرينة حالية، ده بقى تفسير للبيان. البيان قد يكون قرينة حالية، قرينة حالية مصاحبة لللفظ المجمل توضح المراد به، أو دليل منفصل، أو يأتي بيان أي دليل منفصل يوضح ما هو المراد وما هو المقصود من ذلك المجمل. لعدم اتضاح دلالته، يعني سبب أنه يفتقر إلى بيان أن دلالته غير واضحة، له دلالة
ولكن دلالته غير واضحة، غير يعني لا نصل إليها. فتناول الفعل أيضا لأن الفعل من قبيل المجملات، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي قام ولم يجلس للتشهد الأول، فهل يا ترى تركه من أجل أنه يعني ليس واجبا، أم تركه من أجل نسيان، أم تركه من أجل كذا أو كذا؟ فالفعل هو اللي هو الترك هو وعدم الإتيان بالشيء، ده له احتمالات متعددة ولم تتضح دلالته إلا بدليل آخر. فالفعل أيضا من قبيل المجملات. فتناول القول، الفعل والقول، والقول أيضا واضح جدا لأنه قد يكون له أكثر من معنى ولا ندري ماذا أراد المتكلم منها. وسواء أكان مجملا بين حقائقه، وسواء كان هذا الشيء مجملا بين حقائقه، حقائقه يعني جمع إيه؟ جمع حقيقة، لأن ده سبب من أسباب الإجمال، إن يبقى اللفظ مشترك له أكثر من معنى، ولم نطلع في نفس النص على أحد المعاني من حيث إنها هي المرادة، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء جمع يا مشايخ، جمع القرء، والقرء في اللغة موضوع للحيض بوضع مستقل وموضوع للطهر بوضع مستقل. طب تعتد بقى بثلاثة قروء، تنتظر ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ مش موجود. يبقى التبس علينا الحال ولم يتضح المقال، ونحتاج إلى دليل خارجي يعين لنا ما هو المراد. فإن القرآن، أي لأن القرآن موضوع يعني مجعول في اللغة لكل من الطهر، يعني الطهر الفاصل بين الحيضتين، والحيض مجعول للطهر المعروف اللا فاصل بين الحيضتين وبوضع مستقل، وموضوع كذلك للحيض بوضع مستقل. أم بين أفراد، طيب هنقف عند هذا عشان ما نطولش، نقف عند هذا عشان الدماغ أحيانا تقف، العقول، أما أنا مستعد أدرس في الحلقة الواحدة 100 صفحة، أو أدرس في حلقة واحدة الكتاب كاملا، ما عندي شيء، هاتوا خروف جنبي كده مشوي ونأكل ونقرأ، نأكل ونقرأ ونقوم نصلي، وإن أردتم أن نجمع الصلاة على قول من جاء جاز لا، ما في شيء، بيبسي، خروف مشوي، طلب عنده مهمة واستنهاض كتاب وعيش. طيب